يقول في المقدمة: لا نملك في الحقيقة صورة دقيقة عن حجم الملفات التي وقع إتلافها قبل ذلك التاريخ، تاريخ 11 جانفي 2011، وبالخصوص في النصف الثاني من شهر جانفي 2011 الذي تم فيه إخراج آلاف الوثائق من رئاسة الجمهورية. وهذا السؤال هنا يطرح: من أخرج هذه الوثائق؟ وين هزها؟ وفين أتلفها؟ ولماذا يتلفها؟ وبأي صورة؟ ومن معناها عاهد له بذلك؟ وهذا يعني نعرف شكون تداوله على القصر الرئاسي خلال الفترة من 14 جانفي إلى غاية معناها 23 أكتوبر أو ما بعدها بقليل، عندما أمسك السيد مصطفى المرزوقي رئيس الجمهورية الرئاسة، نعرف شكون. وبالتالي على الناس هذوما أن يتحاسبوا وأن يطرح السؤال: شكون اللي كلفهم باش يتلفوا وعلاش أتلفوه؟ وبالتالي علينا أن نحاسبهم. فنكمل: كما أن الإتلاف والإخفاء لم يشمل فقط وثائق دائرة الإعلام بل وثائق دوائر أخرى على ما نعتقد، يعني داخل قصر الرئاسي، يشكل وثائق دبلوماسيه، وثائق سياسيه، امنيه الى اخره. ان الوضعيه التي وجد عليها ارشيف دائره الاعلام تطلبت وقتا طويلا لجردها وتبويبها وتصنيفها، ولهذا السبب تاخرت ثم الاشتغال عليها. وانا معلومه عندي منجي وللساده المشاهدين انه يعني وثائق، بعض الوثائق مثلا معناها مقابلات مبرمجه في الريبرتوار نتاع المستشار الاعلامي لدى رئيس الجمهوريه، سيتقابل مع فلان وفلان وفلان، عبد الوهاب عبد الله، والا مقابلات صارت، فلان جاء زار في كذا كذا، فلان زار في كذا كذا، يعني هذه جزء من الوثائق. فليس من السهل في تقديرهم انه، وهذا واقع يعني، انه يقع الاشتغال عليها بسرعه منذ ان مسكوا. وهو ما يفسر الوقت الحيز الزمني، الحيز الزمني الذي استغرقه اعداد هذه الدراسه. اما مضمونيا فان الكتاب الذي نضعه اليوم بين ايدي الاعلاميين، ولهنا خليني ما نقراش، نقول انه وليك انت زاد منجي، انا شخصيا انتبهت بشكل معناها دقيق للكتاب، واعجبني في صيغه معينه مهم لنا منجي في نقاشنا، انه لم يتعرض الى الاعلاميين: هذا اسمه كذا هاوش عمل، هذا اسمه كذا هاوش عمل، هذه اسمها كذا هايش عملت. لا، هو تعامل مع منظومة دعائية، حاول أن يفكك هذه المنظومة. داخل هذه المنظومة أيضا هنالك بعض الأطراف المورطة في كذا والمورطة في كذا والمورطة في كذا. يعني مثلا تلميع صورة الرئيس المخلوع، هنالك جوقة إعلامية كانت تلعب هذا الدور وتقوم بهذا الدور. مثلا الحملة الانتخابية لعام 94 كلفت بها مجموعة أخرى تقوم بهذا الدور، حملة انتخابات 99 نفس الشيء، وهل مجرا. يعني في كل محطة معناها، أو في كل مناسبة، أو في كل تظاهرة يقع استخدام مجموعة كتيبة. لا يعني هذا أنه المجموعة لخدمة اليوم عودتش خدمة غدوة، هي نفسها تضاف إليها أشخاص آخرون. يعني وهنا قيمة ما سميناه منذ حين في المقدمة بالأخطبوط، فنحن أمام أخطبوط يتوزع حسب معناها ليزاكتيفيتي اللي في البلاد والفعاليات، وحسب احتياجات رئاسة الجمهورية في تلميع هذه الصورة وفي تقديم صورة معناها تليق بحاجة معينة. يعني المنظومة هذه اكتشفها الكتاب في حاجة أساسية، وهي، ولهنا نوصل للخطة الإعلامية، ما نحبش نتكلم برشا الحقيقة، لكن ضروري أن نقول بعض المعلومات. الخطة الإعلامية تقوم على عديد العناصر، منها لكن أبرزها نقول إبراز وجود توافق في تونس حول الرئيس المخلوع ونظامه وخياراته. هذا هو المبدأ الكبير العام اللي تحركت من خلاله الدراسة اللي تمت، هذه الكتاب الأسود اللي أمامنا الآن واللي هو موضوع حديثنا اليوم. وداخل الهدف الرئيسي هذايا هنالك أهداف أخرى: تجنيد جملة من الإعلاميين، إصدار مؤلفات، إصدار معناها صحف، إصدار العديد من المعطيات، مثلا تقديم الدعم لنشريات تونسية وأجنبية تلمع صورة النظام، إنشاء مواقع إلكترونية لهذا الغرض أيضا. يعني العديد الحقيقة من التفاصيل المهمة، تنسيق مع وزارة الداخلية مع وزارات أخرى للحصول على معلومات تخص الصحفيين وتخص الفعاليات، شو يعمل الصحفي هذا، شو يعمل السياسي هذا، شو يعمل الناشط هذا في المجتمع المدني، شبيه المثقف ذاك صرح هنا ولم يصرح هناك، اش قال في التصريح هذا واش قال في شعره هذا، هذا الكل بالتنسيق معهم. الضغط لفرض نوعيه من الضيوف التونسيين مثلا في القنوات الاجنبيه، هذا يعني من المسائل اللي كانت مرتبه وكانت بدقه، اتون تعرضوا لبعض التفاصيل هنا. ابرام اتفاقيات، وهنا يعني نفهموا انه الماكينه منجي ماهيش ماكينه بسيطه، ابرام اتفاقيات مع مؤسسات دوليه وعربيه واقليميه متخصصة في الاتصال والإعلام، ودورها أن تقدم استشارة لنظام المخلوع كيف يتصرف الحدث الفلاني.
كيف يلمع الصورة الفلانية أو الخيار الفلاني الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي بالطريقة الفلانية العلمية إلى آخره. وطبعا هذه الاتفاقيات يعني مبرمة بأموال طائلة جدا. وطبعا عندنا استدعاء صحفيين، هنا قوائم تاع صحفيين وقع استدعائها يعني شيء خيالي في وسط الواحد وفي وسط الكتاب عفوا، ويعني ناس تجي تقيم في تونس، تزور تونس، تقيم فيها بفلوس التوانسة وتجيب معها أطفالها وأبنائها وزوجاتها في أفخم الفنادق التونسية. هذا كنا نلاحظ فيه في 23 سنة. واختراق، حتى وصل الأمر إلى اختراق تقني لبعض المواقع الإلكترونية المهمة، ويكيبيديا مثلا اللي هو معروف من الموسوعات المهمة في معلومات وكذا، وقع اختراقها سي الحبيب، ويعني تغيير بعض المعلومات حول تونس وحول النظام. يعني تصوروا القدرة حتى من ناحية تقنية، معنا مثلا إنجاز فيديوهات طبعا نعرفوها، هذه تعرضوا لها الكثير من المعارضين التوانسة، إنجاز فيديوهات وأشرطة للإساءة لبعض المعارضين إلى آخره. التنسيق مع قنوات تلفزية وإذاعية لبث برامج تشيد بالوضع في تونس، تنظيم مدخلات بفضائيات وإذاعات أجنبية، أذكر بعض المؤسسات الإعلامية حتى يعرفوا التوانسة، الذكر هنا راهو بقوسين للأسماء تاع التلفزيات ولا الأسماء تاع الأشخاص ولا الإذاعات ولا المؤسسات الإعلامية، مش للتشهير لكن باش نعرفوا أيضا كيفاش كانت تشتغل الماكينة، لاين بي، نيوز تي في، إن بي إن وما إلى هنالك. إعداد مراكز صحفية لتسهيل عمل الصحفيين، صحفي بعض القنوات المتعاون، يعني تصور واحد من إن بي مثلا جاي لتونس لهنا او في بلاد اخرى نحبوه باش يشتغل لمصلحة النظام، نعملوا له مركز صحفي باش يلقى كيفاش يخدم. معناها هذا خليني ما نحبش نطول الهدرة برشا، دونك نحب نجيك لك انت يعني.